هيمسك معانا تاني. دي الكوبايات، الكوبايات دي العلبة ساعتها 150 مللي، علشان محدش يفتكرها صغيرة، 150 مللي ما شاء الله العلبة دي كبيرة مش صغيرة. العلب دي يعني على ما اتذكر المية منها ب 90 جنيه، المية علبة ب 90 جنيه، احنا هنستخدم 45 علبة، كل علبة تقريبا سعرها 90 قرش، واستخدمنا 4 لتر حليب، واستخدمنا شوية كاسترد كده ما يجوش نص علبة تقريبا، يعني مش هيكملوا 10 جنيه، وسكر كمية بسيطة برضو مش هيكملوا 5 جنيه سكر، ادي تقريبا كل التكلفة اللي احنا استخدمناها. يعني تكلفة مش هتك... يعني قولي 100 جنيه تكلفة. ال 100 جنيه تكلفة دول او اكتر شوية من 100، هيعملوا مثلا 110 بالظبط. مثلا ال 100 احنا عملنا بيهم 45 علبة، بسم الله ما شاء الله. بصوا عايز اقول لكم بقى ملحوظة، انا قبل ما اصب